Yeah, we get everything. We get the health, we get the food, and everything is will be good. This house is good. البرتغال لم تعد مجرد وجهة مفضلة للمتقاعدين في الدول الأوروبية الغربية بسبب مناخها الدافئ وشواطئها المشمسة وكلفة المعيشة الرخيصة. لكنها تحولت خلال عقد من الزمن إلى وجهة متقدمة للمهاجرين الباحثين عن الاستقرار والإقامة الدائمة. أصبحت البرتغال بمثابة الخطة باء للكثير من المهاجرين، خاصة غير النظاميين منهم، ممن تقطعت بهم السبل في دول الشمال الأوروبي بسبب القيود على الإقامة. البرتغال depuis que je suis venu ici, je trouve que tout le monde est agréable. Parce que quand tu es dans un lieu où on te respecte, où on respecte ta dignité, où à partir du moment que les gens et les autres se considèrent comme des frères, comme des sœurs, je pense que c'est la meilleure des choses. ومع أن معدل المرتبات يصل أحياناً إلى 1500 يورو والذي يعد أدنى مما تقدمه دول الهجرة التقليدية، فإنها مع ذلك تعبد الطريق للإقامة القانونية داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، وهذه ميزة أحدثت فارقاً حاسماً لدى المهاجرين. ولعل البرتغال تجد ضالتها الديموغرافية في تدفق المهاجرين، فهي تعاني من تدني نسبة الولادات، حيث تعد النسبة الأضعف من بين دول الاتحاد الأوروبي. إذا استمر هذا الوضع، فإن البلاد ستكون مهددة بخسارة 20% من سكانها بحلول عام 2060. ومن أجل تعزيز سياسة الانفتاح، عدلت الحكومة قانون الهجرة في 2020 عبر منح الجنسية آلياً للأطفال الذين ولدوا من أبوين مهاجرين بغض النظر عن فترة الإقامة في البلاد. في العام نفسه أصدرت الحكومة قراراً تاريخياً بتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير النظاميين دفعة واحدة، خصوصاً العاملين في قطاعي الزراعة والبناء. وبين عامي 2020 و2022 التزمت الحكومة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين لاستقبال حصص من اللاجئين المتكدسين بمراكز اللجوء بأوروبا. C'est une force pour notre pays en termes démographiques et économiques d'accueillir ces personnes. La croissance économique locale, que ce soit au niveau industriel ou agricole,